السلام عليكم. إن شاء الله بإذن الله نبدأ المحاضرة بعدين إن شاء الله لما الأخوة والأخوات الطلبة يدخلوا معانا إن شاء الله في اللقاء الحالي. إن شاء الله بإذن الله إحنا في انتظار بس الأخوة يدخلوا إن شاء الله عشان نبدأ اللقاء الرابع إن شاء الله معاكم إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. هل الصوت واضح ان شاء الله؟ الصوت واضح؟ تمام ان شاء الله باذن الله النهارده لقاءنا الرابع ان شاء الله باذن الله، وطبعا المذكره نزلت لكم ووصلتكم. تمام المذكره وصلت. تمام طب بس رد على السؤال، المذكره وصلتكم ان شاء الله. تمام تمام كده المذكرة معاكم بقى، واحنا بنشتغل ان شاء الله عشان يبقى الشرح منها، بحيث ان في بعض الحاجات اللي احنا ممكن يعني كان في الاسم نعديها يعني، فيبقى انتم معايا ان شاء الله باذن الله في اول دور ان شاء الله. تمام يلا وعليكم السلام. نبدا بقى ان شاء الله، وربنا ييسر ان شاء الله باذن الله، ربنا ييسر ان شاء الله. برضه هديك شويه اسئله تدريب عشان تعرف شكل الاسئله هيجي ازاي، بس القاعده الاساسيه في اسئله الامتحان عندي ان هي من المذكره. يعني كل حاجه السؤال هيجي من المذكره مش من بره المذكره، او اللي هو المذكره طبعا دي ملخص او مجمع للمحاضرات اللي هي الحيه. فاللي هيذاكر المذكره ويحضر معانا اللقاءات حتى كده ويعرف ان احنا ايه الحاجات اللي بنهتم بيها اكتر من حاجه، هتعرف طبعا شكل الاسئله جاي ازاي ومن غير اسئله. والموضوع ان شاء الله هيبقى سهل وبسيط، ربنا ييسر ان شاء الله، وشدوا حالكم ربنا يعينكم ان شاء الله. هنبدا بقى ان شاء الله النهارده بالفصل الثاني اللي هو في المذكره صفحه 12. يعني المذكره لو معاك استاذنك تفتحوها معايا كده، ونبدا ان شاء الله نشوف ايه اللي هنتكلم فيه النهارده. الفصل الثاني بيتكلم على عنوان مهم جدا في البحوث الاداريه. الفصل الثالث عنوانه ايه؟ نوع الدراسة ومناهج البحث. هنعرف النهاردة ايه هي انواع البحوث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل بقى يا جماعة ان شاء الله. بقول لكم النهاردة هنتكلم على الفصل الثالث اللي عنوانه نوع الدراسة ومناهج البحث. نوع الدراسة مقصود به ما هي انواع البحوث في الشق او في مجال الاداري، وكيف يتم تنفيذ تلك البحوث اللي هي مناهج البحث. ودولت موضع الفصل ده موضع اسئله مهمه في الامتحان، لانه اساسا هو صلب او الاساس بتاع البحث الاداري. نبدا بقى نشوف الاول باذن الله كده ايه هي انواع البحوث او انواع الدراسات البحثيه. العلماء صنفوا البحوث إلى ثلاث أنواع.
يا إما البحث يكون بحث استطلاعي، يا إما يكون البحث بحث وصفي أو دراسة وصفية، أو يكون بحث أو دراسة استنتاجية. يبقى في عندي، بسأل تاني، في عندي كم نوع من البحوث؟ ثلاث أنواع من البحوث: استطلاعية، ها، وإيه؟ ووصفية، والثالثة إيه؟ ها؟ الثالثة إيه؟ استنتاجية. يبقى عندي كم نوع من البحوث؟ ثلاثة. أمور دراسة. هقول لك الأول قاعدة بسيطة أحطها يعني في دماغك كده أساسا. لو أنا بعمل بحث جديد في مجال جديد لأول مرة، خلاص غالبا سيكون هذا البحث بحث إيه؟ لو كان البحث ده جديد ويتعمل، أيوه بالظبط عليه، تمام كده، الله ينور، هو إيه؟ دراسة أو بحث استطلاعي. حلو الكلام؟ طيب ليه؟ لأن أنا في الغالب هذا الموضوع لم أتعرف عليه بشكل جدي، مش عارف إيه المشكلة بتاعته، مش عارف إيه الأبعاد بتاعة المشكلة، الموضوع جديد عليا زي ما أنتم بتقولوا كده، تمام؟ فبالتالي بجهل في هذه الحالة الأبعاد الحقيقية، ما عنديش معلومات زي ما أنتم قلتوا، ما عنديش علم بيه، ما عنديش معلومات عنه، فبالتالي يكون البحث بحث استطلاعي أو استكشافي. ليه اسم ثاني؟ اسمه استطلاعي أو إيه؟ ها؟ أو استكشاف، ها؟ باين حتى من اسمه كده، بستطلع أو بستكشف، تمام. وغالبا نلجأ لهذا البحث، خلاص؟ اللي هو الاستطلاع دوت، أنا كمان تفصيل بعد شوية. المهم البحث الاستطلاع دوت بعمله إمتى؟ ها؟ إذا كان ها؟ ميدان الدراسة أو موضوع الدراسة جديد، بالضبط جديد. أما الدراسات الوصفية يتم اللجوء إليها بعد الدراسات الاستطلاعية. يعني مين اللي بيجي الأول؟ الاستطلاعي ولا الوصفي؟ ها؟ الاستطلاعي، ثم يأتي بعد ذلك الوصفي. إذا الوصفي هيبقى فيه مزايا، إن غالبا المشكلة معروفة وعندي دراسات سابقة في هذا المجال، لكن في الاستطلاع مش هيكون في عندي دراسات سابقة. لو أنا بقى عايز أخلي الموضوع أكثر دقة، بلجأ إلى حاجة اسمها الدراسة الاستنتاجية. الدراسة الاستنتاجية دي معناها إن أنا عايز أشوف الأسباب والنتائج، إيه اللي بيأثر عليه وأطلع المعلومات نتيجة. وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. نبدأ أول حاجة بالإيه؟ ها؟ بالدراسة الإيه؟ أو البحث الإيه؟ الاستطلاع. بصوا معايا، متى نلجأ إلى الدراسة الاستطلاعية؟ خلاص، في ثلاث حالات، وركز قوي عشان دي مهمة. بقول ايه؟ ها؟ مهمة. نقوم بالبحث الاستطلاعي اذا توافق او كان عندك حاجة من ثلاثة دول، او ثلاثة مع بعض، او اثنين منهم. واحد، اذا كان الباحث يجهل ما هي الابعاد الحقيقية لمشكلة البحث، مش فاهم يعني المشكلة، مش عارف يعني الابعاد، فمحتاج استكشف ها الابعاد. زي المريض لما يكون تعبان واحنا مش عارفين الطبيب مش عارف ايه السبب، هيقول له اعمل اشعه وتحاليل. هو ده الاشعه والتحاليل دي عباره عن ايه؟ حاجه استكشافيه او استطلاعيه. ده صفحه 12 في المقدمه، تمام كده؟ تمام ماشي. الحاجه الثانيه، اذا كان عندي نقص فين؟ ها؟ في البيانات المتاحة. عن مين؟ عن المشكلة. عن في مشكلة بس ما عنديش بيانات كافية عنها، ما فيش معلومات عنها كافية عن المشكلة. يعني عارف مثلا ان في مرض اسمه حمى البحر الابيض المتوسط، بس ما اعرفش عنه حاجة، محتاج اعرف عنه كتير، لان الدراسات في هذا المجال قليلة ولا كثيرة؟ ها؟ ها؟ قليلة ولا كثيرة؟ قليلة. يا تمام. الحاجة الثالثة، إذا كانت من العوامل اللي تخليك تلجأ للبحث الاستطلاعي، إذا كان هناك نظرة
سامعني كده؟ الو صوت واضح؟ تمام. احنا كنا واقفين عند السؤال اللي بيتكلم على حاجه، سالنا سؤال لما اسالك واقول لك، وحدود قوي لما اسالك واقول لك. كويس. يقوم الباحث بإجراء الدراسة نقط، هتحط اختار بقى اختيارات، ها؟ عندما يكون هناك جهل أو هناك عدم معرفة بالأبعاد الحقيقية للمشكلة. تقول لي إيه؟ دراسة إيه؟ ها؟ حلو. أو أقول لك برضه يلجأ الباحث للدراسة نقط، ها؟ إذا كان هناك نقص في البيانات المتاحة عنها مع قصور الدقة بسيطة. ده هيبقى شكل الاسئله هتيجي بالشكل ده كده. موضوع سهل ان شاء الله، مركز بس انت وركز معانا هتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله. نيجي بقى السؤال، لماذا نلجا للدراسات او للدراسه الاستطلاعيه، او لماذا يلجا الباحث؟ هو الباحث يا جماعه بيختار بمزاجه نوع الدراسه؟ يا شباب، هو الباحث، سؤال بقى ليكم، هو الباحث يختار، هو اللي بيحدد نوع الدراسه ولا ظروف المشكلة هي اللي بتفرض على نوع الدراسة؟ بالظبط، الله ينور عليك، تمام كده. يبقى لازم نعرف المعلومة دي، مهمة جدا، إن مش الباحث يقول لك أصل والله عاجبني قوي الدراسة الاصطلاعية، أعمل دراسة اصطلاعية. عاجبني قوي الدراسة الوصفية، أعمل دراسة وصفية. عاجبني قوي، لا يا حبيبي، مش كده مش كده. الموضوع ببساطة إنك أنت المشكلة هي حسب نوع المشكلة، لو عندك جهل بالمشكلة وبعدها خلاص دراسة اصطلاعية. لو ما عنديش دراسة سمع يبقى دراسة اصطلاعية. طب لو عندك دراسة سمع يبقى دراسه وصفيه، لو عارف المشكله دراسه وصفيه، لو عايز من التعمق في الدراسه يبقى دراسه ايه؟ استنتاجيه، وهكذا. لان الباحث مش بمزاجه، ودي سؤال مهم جدا او حاجه مهمه لازم تكون عارفها. السؤال بقى، هو ليه الباحث بيضطر الى استخدام الدراسه الاستطلاعيه؟ واحد، عايز يتاكد ان هناك مشكله تستحق الدراسه. انا عايز اتاكد يا جماعه ان الموضوع ده هو مهم ويستحق الدراسه. فاقعد ادور بقى في الدراسات السابقه وفي المكتبات، الاقي فيه مكتوب عنه حاجات قليله. ده معناه ان انا يستحق اعمل دراسه اطلاعيه ولا لا؟ ها؟ يس، يستحق. ده الهدف الاولاني. الهدف الثاني، انا مش عايز اخش في موضوع وانا مش عارف عنه كتير، وبالتالي ما اقدرش اتاكد ان انا هستطيع ان انا اكمل الدراسه ولا لا. فبعمل دراسه استطلاعيه اللي هي بتبقى اقصر انواع الدراسات، قصيره كده، بعملها عشان اتاكد من امكانيه اجراء الدراسه الاصليه نظريا وتطبيقيا فيما بعد. الحاجه الثالثه، الدراسه الاستطلاعيه بتساعدني احدد ابعاد المشكله الحقيقيه، فبالتالي هتساعدني في ان انا احدد فروض البحث، ماشي، واهداف الدراسه. برضو الدراسه الاستطلاعيه هتساعدني في ان انا افهم المواضيع او المصطلحات المرتبطه بموضوع البحث. اخيرا هتساعدني ان انا افهم مجتمع الدراسه، اطبع عليه بقى، عايز اعمل دراسه استطلاعيه وهسال بعض الناس، فبعرف طبيعه الايه؟ المجتمع، وبالتالي اقدر اعمل الفه او اقدر افهم طبيعه هذا المجتمع، وبالتالي امكانيه او ازاي اعمل الدراسه بتاعتي بشكل سليم. دي كانت اهداف الدراسه الاصطلاعيه. السؤال بقى، هو الباحث هيعمل ايه الخطوات اللي الباحث يعملها عشان يجري الدراسه الاستطلاعيه؟ واحد، اول حاجه عايز اتاكد ان مفيش دراسات كتير في هذه النقطه، لان لو في دراسات كتير في هذه النقطه وفي هذه المشكله يبقى مش محتاج اعمل ايه؟ ها؟ بحث ايه؟ ها؟ استطلاع. بالظبط. يبقى راجع الدراسات السابقه. لقيت في دراسات كتير وكلام كتير في الموضوع دي او في المشكله دي، يبقى انا مش اول موضوع، مش اول حاجه اتكلم فيها، يبقى انا مش محتاج اعمل دراسه اطلاعيه، لان الباحثين اللي قبلي حددوا بعض المشكله وحددوا الفروض وحددوا حاجات كتير، فبالتالي الموضوع بالنسبه لي مش هيبقى حاجه يعني جديده وما الى ذلك. طبعا دراسه اطلاعيه بشمل نخش على الداتا بيس، قاعده بيانات، واشوف كل بقى الكتب والدوريات، ماشي، ومحتاج يعني تمكين من الباحث. تمام. طب ايه السكه الثانيه بقى؟ دي السكه الاولانيه. السكه الثانيه ان انا لو افرض ما لقيتش بقى حاجات كتير في الدراسات السابقه
ولا في المراجع ولا في الكتب، مش مكتوب كتير. ابدا واضح دي مشكله شويه، مشكله عمليه، ابدا اقابل بالظبط كده، اقابل الخبراء في المجال في هذا الميدان. ليه؟ هيساعدوني وممكن يفهموني، ادور فين برضه، وممكن يفهموني حاجات مش فاهمها وهيوضحوا لي بعض المفاهيم والمشاكل الموجوده في هذا العمل. تمام كده؟ بس لما اجي اعمل مقابله بقى ما ركزت على فئه معينه، يعني مثلا عندي مشكله في المبيعات او مركز مثلا على رجال البيع واسيب المستهلكين، لا، لازم اسال رجال البيع الحاليين والسابقين، لازم غالبا لابد ان انا اعمل ايه؟ اقابل او اسمع اكتر من وجهه نظر، مش وجهه نظر واحده، لان ده تساعدني ان انا افهم المشكله بشكل دقيق. الواحد لما يكون تعبان تعب شويه، مريض وعنده يعني حاجه تعب تعب صعب شويه، بيروح لاكثر من دكتور، لا ها بيروح لدكتور واحد ولا اكثر من دكتور؟ ايوه بيروح لاكثر من دكتور. ليه؟ عشان يتاكد بس. اه انت قلت الكلام، يبقى بالظبط كده انا هعمل نفس الكلام في الدراسه الاصطلاحيه، عايز اتاكد ان المعلومات اللي وصلت لي صحيحه، فاسال اكثر من طرف واكثر من فئه. تمام؟ نيجي بعد كده بقى، دي كانت دراسه ايه الاستطلاعيه، وهي الدراسه دي غالبا تتم قبل الدراسه الوصفيه او الاستنتاجيه، يعني تبدا مرحله اولى، ولا يمكن الاعتماد عليها فقط لتعميم النتائج، لا دول بس بتديني انديكيتور المؤشرات. ايه بقى الانواع الثانيه من الدراسات؟ ناخد بقى الدراسه الثانيه، الدراسه اللي هي الوصفيه. هي كلمه الوصفيه معناها بصف حاجه وخلاص؟ لا. الوصفيه هنا لما اجي اقول لك مثلا اوصف لي الموقف، تقول لي والله كذا والراجل كان بيزعق وكان عاطف واضح الحاجه مضايقاه، ده انا مش بس بوصف، ده انا بوصف وبتنبأ وبحلل، صح ولا لا؟ يعني اقول لك اه والله بص ايه، الراجل ده كنت بكلمه لقيته متعصب وزعلان ومتضايق وكان جاي من البيت، واضح يوم متخانق مع مراته او مع اولاده وطيفه، يبقى انا مش بس بوصف، ده انا بوصف وايه؟ ها؟ ها؟ وايه؟ وبفسر وبحلل. يبقى البحث الوصفي يبقى المقصود بيه مش بس ان انا اقصد ظاهره معينه خلاص، لا، ده انا بقدر الامكان بحاول ها ان انا اجمع البيانات واصنف البيانات دي وابدا احللها وافسرها خلاص، بحيث ان انا اصل لايه؟ لتفسير. تمام. سؤال بقى كده على الماشي، هو الباحث يبقى فين اكثر ارتياحيه او اريحيه؟ في البحث الاستطلاعي ولا البحث الوصفي؟ او اكثر اطمئنانا هو بيعمل البحث الوصفي ولا الاستطلاعي؟ الوصفي. تمام. طب ليه؟ لان البحث الوصفي اصلا بتوفر فيه شرطين مهمين، انك عارف المشكله وعارف ان في دراسات سابقه في هذه المشكله، فبالتالي الموضوع بالنسبه لك مش مبهم او غامض. يبقى نيجي بقى للدراسه الوصفيه، ده يتم اذا كان الباحث يعرف ابعاد المشكله او الظاهره اللي بيتكلم عليها اكثر تحديدا خلاص، وعنده وفره من الدراسات السابقه في هذا المجال سواء كان كتب او مراجع وما الى ذلك. تمام. طبعا الدراسه الوصفيه هي دراسه بتبقى الى بقدر الامكان او غالبا يعني هذه الدراسه بيلجا اليها الباحث في يعني ايه انه عايز بس يعني هو في ابحاث كتير اتعملت في الحته دي، هو عايز بس يتكلم على متغير جديد، يتكلم على بيئه اطبق فيها مختلفه، مثلا كل ابحاث عملت في اوروبا مثلا والدول الغربيه، عايز يطبق عايز اطبق ايه مثلا اللهم صل على محمد، عايز اطبق على البيئه ايه اللهم صل على محمد ولا على البيئه المصريه. في مشكله في الصوت ولا حاجه؟ مسمى ناس بتعلق. تمام. طيب كده هنيجي بقى الدراسه الثالثه او النوع الثالث منين؟ من البحوث اللي هو ايه؟ الدراسه اللي ايوه عايز تصحصحوا معايا كده عشان ما ننامش. الدراسة الايه؟ الاستنتاجية. ايه بقى الدراسة الاستنتاجية؟ واضح من اسمها حتى بستنتج. يعني انا عايز اصل لحلول لمشكلة، استنتج حلول لمشكلة. هذا النوع يختبر فروضا سببية، يعني بيختبر ايه؟ فروض سببية للمشكلة. وبالتالي نتائجه أكثر دقة وإحكاما من الدراسات الاستطلاعية والوصفية. لما أجي لك بقى في الامتحان وأسألك وأقول لك كمثال يعني
يلجأ الباحث للدراسة نقط اختيار يعني اختار إذا كان يختبر فروضا سببية. خلاص هيبقى الدراسة إيه؟ ها؟ حلو الكلام. أهو ده شكل الأسئلة اللي هتيجي صعبة؟ تمام خلاص يلا بالتوفيق إن شاء الله ربنا يوفقك. طيب في الباحث، الباحث ده بيجي في الدراسة الاستنتاجية، ماشي، في الدراسة الاستنتاجية بتاعته بيبقى سهل عنده ان هو يحدد عناصر المشروع اللي هو ال 11 خطوه احنا خدناهم، اللي هي مشكله البحث وفروض البحث واهميه البحث واهداف البحث وعيون البحث و و و و ليه؟ لانه عنده دراسات، عنده دراسات، عنده دراسات كتير في هذا المجال. هذه الدراسات بتديله كم معلومات وما الى ذلك. انا كنت بسال السؤال قبل كده، انا كنت بقول يلجا الباحث للدراسه نقط خلاص في حاله اختبار فروض الايه؟ سببيه، او عايز اعرف السبب والنتيجه والاثار. هيبقى الدراسه ايه؟ ها؟ اختار بقى استنتاجيه ولا وصفيه ولا مهلبيه ولا الثانيه اللي اسمها ايه؟ الاستطلاعيه. خلاص كده يبقى شكل اسئله كده من المذكره مش هيجي، او من المحاضرات المقرره المسموعه اللي احنا عملناها في شكل مذكره بالظبط، يعني ما يعني ما قلناش منها حاجه يعني. طيب يبقى اذا الدراسه الاستنتاجيه بتسعى اختبار فروض البحث. يعني ايه اختبار فروض البحث؟ يعني انا عايز اعرف ايه الاسباب اللي ادت الى هذه المشكله. تمام كده؟ ماشي. وبالتالي او اجيبوا على اهداف البحث وتساؤلات للدراسه الاستنتاجيه. يبقى الدراسه الاكثر احكاما الاستطلاعيه ولا الوصفيه ولا الاستنتاجيه؟ تمام زي الفل. ماشي. السؤال ده هو انا لازم اعمل بحث واحد بس ولا ممكن اعمل بحث متعدد المراحل؟ ممكن اعمل دراسه بحث في دراسه استطلاعيه ووصفيه وايه؟ واستنتاجيه، هو ده الافضل، ما فيش مشاكل من الكلام كده. خلصنا ايه انواع الدراسات وهيجي فيها اسئله في الامتحان طبعا، لان انا قلت الفصل ده فصل مهم جدا. من فصول مهمه يعني ان هو اصل البحث. ثلاثه بقى او العنوان بتاع كده هنتكلم على مناهج البحث. يعني ايه منهج؟ منهج يعني طريقة. يبقى المنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث عشان أو المسار اللي هيمشي فيه، الطريقة اللي هيتحدد الباحث إيه الخطوات اللي هيمشي فيها عشان يتم مشروع بحثه أو البحث بتاعه. وقال لك يا سيدي في ثلاث أنواع من الطرق أو طرق البحث أو مناهج البحث. المنهج اللي إيه؟ الوصفي والتجريبي والتاريخي. نبدا بمين بقى؟ بالمنهج الوصفي. فاكرين ذات الوصفيه؟ لا مش فاكر. فاكرين ذات الوصفيه؟ كلمته ولا ايه يا جماعه؟ ها؟ نمت. طيب نعم يعني نمت يعني. طيب كويس، ما صححوش يعني خليكم نايمين. فاكرين ذات الوصفيه؟ تمام. ذات الوصفيه قلنا فيها ايه؟ ها؟ مش بس بنصف، ده احنا بنصف ها ونفسر ونحلل البيانات، صح ولا صح؟ جميل، ده لا بلسه في الصح كويس. يبقى المنهج الوصفي هيركز على ايه؟ ها؟ ها؟ جمع البيانات والتفسير والتنبؤ والمقارنه والتحليل. صعب الكلام ده؟ كلام جميل. ايه بقى دراسه وصفيه او مزايا الدراسه الوصفيه؟ واحد، انها دراسات ميدانيه تتعلق بجماعه معينه في مكان محدد. يا سلام. يعني ايه دراسه ميدانيه؟ بعمل دراسه ميدانيه معناها ان انا بجمع بيانات من مجموعه من الناس اللي هم مسؤولين او لهم علاقه بمشكله البحث، بسالهم على مشكله البحث اسئله يجاوبوا عليها، اخد هذه البيانات وايه؟ واحللها، وبالتالي يبقى اسمها دراسه ايه؟ ميدانيه، يعني فيها ايه؟ تحليل احصائي وفيها جمع بيانات وما الى ذلك. واضح الكلام؟ واضح؟ ماشي تمام. الحاجة الثانية إن أنا بدرس أشياء موجودة بالفعل، بوصف موقف موجود وقت الدراسة، بستخدم النتائج بتاعتها رقم ثلاثة بقى في التنبؤ بالمستقبل، بريدكت ذا فيوتشر، بتنبأ بالمستقبل. ماشي؟
والمثال عندنا يمكن لاحد الشركات ان تقوم بجمع بيانات عن منتجاتها في السوق وخصائص المشترين لهذه المنتجات كالدخل والعمر والمهنه، ثم تدرس درجه الارتباط بين مبيعاتها وبين خصم مشترياتها، ادرس التاثير او العلاقه بين المبيعات والدخل، العلاقه بين المبيعات والعمر، العلاقه بين المبيعات والمهنه، خلاص. وانا استخدم هذه البيانات في التنبؤ بحاجات ثانيه، يعني انا لما اعرف ان الدخل ليه تاثير على حجم المبيعات ده معناه ان انا في علاقه فرضيه وما الى ذلك واشتغل بهذا الامر. واضح الكلام؟ تمام. عندي نوعين من البحوث الوصفيه. عندي نوعين منين؟ من البحوث الوصفيه. المنهج او البحث للمسح الاجتماعي ومنهج دراسه الحاله. تمام. ايه بقى المنهج؟ منهج المسح الاجتماعي. يعني لما اقول لك دلوقتي منهج المسح الاجتماعي ومنهج دراسات الحاله، احد انواع المنهج ايه؟ الوصفي ولا التجريبي ولا التاريخي؟ تمام زي الفل. طيب ايه بقى المنهج المسح الاجتماعي؟ واضح ان اسمه مسح، مسح يعني جمع يعني. قال لك هو احد المناهج الرئيسيه اللي بتستخدم في البحوث الوصفيه طبعا لوصف بصف بيه الظاهره المدروسه وبصنف وبحلل وبفصل الاداه المتعلقه بيها من اجل اقتراح حلول ومشاكل. حلو قوي. نشوف بقى موضوعات المسح الاجتماعي. ما احنا قلنا ان الدراسه الوصفيه هي تجميع بيانات بغرض التحليل والتفسير والتنبؤ، صح؟ يبقى المسح الاجتماعي زي الحاله نفس الكلام. ايه بقى موضوعات المسح الاجتماعي؟ لما اتكلم بقى على دراسه الخصائص السكانيه الديموغرافيه. عايز اعرف المهنه والدخل والعمر والحاله الاجتماعيه وحجم الاسره ومثلا حجم الاسره مثلا ووصول الاستهلاك والحاجات دي كلها. ماشي؟ او الطبقه الاجتماعيه والى ذلك. تعال عايز اشوف بقى دراسه الجوده الاجتماعيه والثقافيه زي مثلا التقاليد والعادات والهوايات وقت الفراغ وما الى ذلك. دراسه الجوده السلوكيه زي الدوافع والاراء والاتجاهات والبالز والخير. دراسه علاقه الارتباط وما الى ذلك. اذا منهج المسح الاجتماعي بيركز على دراسه قضايا هامه تخص المجتمع او تخص فئه كبيره من المجتمع زي البطاله ماشي وما الى ذلك. او العنف او الطلاق او ما الى ذلك. طب ايه الادوات اللي هيستخدمها منهج المسح الاجتماعي يا شباب علشان نقوم بالبحث دي؟ عندي ثلاث حاجات، المقابله والملاحظه والاستدلال. يعني ايه مقابله؟ مقابله صح؟ يعني المستقصي يقابل المستقصي منه او الباحث يقابل الشخص اللي هو من العينه دي او المجتمع دوت ويبدا يساله اسئله دي في المقابله. وايه ما اسجل بقى المقابله على كاسيت او ابدا اسجل بورقة او قلم او نطيبة او بفيديو او كاميرا مش مشاكل على حسب ما يوافق الراجل الضيف. تمام؟ في عندي بقى تاني ملاحظة، ملاحظة ان انا ما ابلغوش وان انا اراقبه والاحظه من غير ما هو يبقى واخد باله، وطبعا دي فيها مزايا هنتكلم عليها بعدين، مزايا كتير. والتالت نوع اللي هو الاستبانة او الاستبيان او قائمة الاستقصاء اللي هي قائمة فيها مجموعة من الاسئلة نمطية موحدة برميها للناس كلها والناس تجاوب وابدا اشوف الامر. عندي انواع البحث الاجتماعي اللي هو المسح الاجتماعي، يعني البحث المسحي. في عندي مسح عام ومسح محدود. المسح العام بركز على يعني عيد اوجه، يعني موضوع كبير يعني زي الجوانب السكانيه والتعليميه والصحيه. المسح الخاص بتكلم على فئه محدده، بس بتكلم على الواقع الاجتماعي كالتعليم كالصحه وما الى ذلك. من ناحيه مجال بشري المسح، في مسح شامل باخد كل المجتمع وفي مسح العين باخد ايه؟ مجموعه صغيره ممثله للمجتمع. وبعد كده اجمع البيانات وبعد ما احللها واخلصها واحل الاحصاء وما الى ذلك. نيجي بقى مزايا البحث المسحي وعيوب البحث المسحي. انا بتكلم في البحث المسحي هنا بتكلم على حجم مجتمع كبير ولا صغير؟ تمام. خلاص؟ نشوف بقى مزاياه. جمع كمية كبيرة من البيانات، لأن المفردات اللي عندي أو مفردات أو عينة البحث أو وحدة المعينة في البحث عندي كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة، تمام؟ دي أول حاجة. الحاجة الثانية، لو الباحث كان يلتزم الدقة والموضوعية في إجراء بحثه هيصل لنتائج صحيحة وصادقة وإيه معبرة جدا عن حلول مشكلة البحث، وبالتالي يمكن تعميمها. أنا بعمم النتائج بتاعة البحث إذا كان حجم المجتمع، حجم العينة أو حجم المجتمع اللي بستخدمه كبير، عينة الدراسة عندي كبيرة، كل ما كان عينة كبيرة كل ما كان إمكانية التعميم أفضل. عشان كده يا ترى في التعميم مين الأحسن، المسح الشامل أو الحصر الشامل ولا العينة؟
ايوه لا الحصر الشامل كل مكان الحصر الشامل انا باخد كل يا مثلا دلوقتي انا عايز اتكلم على طلبه مقرر ضرب 480 مقاس الدرايه كويس عايز استطلع العيوب في جوده اللقاءات الحيه او مستوى اللقاءات الحيه يعني المحاضرات كويسه ولا مش كويسه فلو انا جبت الناس كلها اللي مسجله في الكورس دوت كلهم وسالتهم يبقى ده حصر ايه؟ ها؟ حصر شامل وبالتالي يمكن تعميم النتائج بشكل احسن. لكن لو خدت عينه برضه فيها مشكله شويه، صح الى حد ما ماشي بس برضه لا تمثل المجتمع كمثال لفظ الحصر الشامل. الحاجه الثالثه الميزه الثالثه ان هو بيصف الظاهره بصوره جيده وبعدين فيها مرونه وحاجه رائعه احصائيه عاليه. اما العيوب بقى يا سيدي عشان تقعد بقى تسال 100,000 واحد ولا 50,000 واحد ولا مليون واحد هتاخد وقت اكبر ولا اقل؟ اكبر. جهد اكبر. تكلفه اكبر، صح؟ لما انا اركز على 100,000 واحد واسالهم واسال فيهم يا ترى هيبقى في تعمق في الدراسه ولا يا دوبك انا مش لاحق؟ التعمق اسال عدد كبير وعدد قليل. لكي اتعمق في الدراسه يعني بالظبط اسعد قليل لما اسعد قليل ما ينفعش معايا في المسح الكلام ده في بقى مشكله عندي قد نرجع او يظهر حاجه اسمها اخطاء الصدفه والتحيز يعني ممكن تاثر وبرده صعوبه السيطره على كل مفردات الدراسه دي قليل وكده يبقى خلصنا النوع الثاني اللي هو المنهج الايه؟ سوري المنهج الاولاني المنهج الايه؟ الوصف جميل نيجي بقى للنوع الثاني المنهج اللي هو منهج دراسة الحالة ده الثاني اللي يخص احنا قلنا دلوقتي المنهج الوصفي نوعين ها منهج ايه؟ مسح اجتماعي ومنهج ايه؟ دراسة الحالة السؤال بقى دراسة الحالة معناه ايه؟ هدرس عدد كبير ولا عدد صغير؟ تمام بالظبط عدد صغير بيقوم على دراسة عدد محدود من المفردات طب لما اركز مع عدد محدود من المفردات يبقى الدراسه متعمقه ولا غير متعمقه؟ متعمقه عشان نركز قوي مع الناس ماشي الكلام؟ تمام بس في حاجه بقى مهمه جدا في دراسه الحاله مش اي حد يقدر يعملها عشان عايز واحد عنده خبره عشان يطلع كم المعلومات الكتير من الناس عايزه ناس عندها خبره ومرونه كبيره تعال نشوف بقى مزايا وعيوب دراسة الحالة. أول ميزة في دراسة الحالة إيه؟ ها؟ إنها متعمقة، صح؟ جميل، وشاملة، وتغطي جميع جوانب الإيه؟ موضوع البحث. جميل. الميزة الثانية دراسة الحاضر للمستقبل، بس أهم حاجة الميزة الأولانية، يعني أهم ميزة لو أنا سألتك في الامتحان على من مزايا دراسة الحالة، ها؟ هتقول إيه؟ أقول لك مثلا إيه؟ إن هذه الدراسة خلاص تكون متعمقة وشاملة وتغطي جميع جوانب الحالات، هل هي بقى دراسة الحالة ولا الملاحظة ولا البحث والبحث المسحي ولا مثلا المستوى هتقول لي ها دراسة الايه؟ تمام. العيوب اللي عندنا بقى صعوبة تعميم النتائج، هتسألني ليه صعب؟ ده كانت متعمقة، لأن أنا خدت عدد مفردات ايه؟ العينة المفرد ماله كبير ولا قليل؟ ها؟ قليل، هدي بقى مثال. لو افترضت ان في 20 واحد قاعدين وانا جبت 1,003 تشربوا شاي او قهوه اجهوتكم يعني قال لك لا احنا ما بنحبش القهوه هقدر اقول ان ال 20 كلهم ما بيحبوش القهوه؟ ليه؟ لان سالت عدد ايه؟ ممكن يكون ال 17 كلهم كلهم بيحبوا القهوه لكن لو جيت سالت ال 17 واحد قلت لهم اشربوا قهوه قال لك لا اقول لك ايه يبقى معظم اللي انتوا كلهم بتشربوا ايه؟ ها؟ قهوه ده فرق او يبين لك كل ما كان حجم العينه او حجم المجتمع او حجم يعني كبير كل ما كانت نتائج قابله للتعميم اكتر ودي بيجي سؤال فيها دايما. في دراسه الحاله ممكن وانا بسال الشخص اللي قدامي دوت يقعد يعمل لي شويه ابو الغريف ويالف لي ده وكلام من دوت وبعدين انا مثلا ممكن اعمل مثلا في مثلا عامل بحث على بتكلم على العيب الثاني من ضغط الحاله ان ممكن من ضمن عيوب التحيز خلاص من جانب الباحث بمعنى انا مثلا والله بعمل دراسه
على الطلاب بكالوريوس في جامعات في السعودية. وبعدين الضغط ده عمل ضغط حرارة 5 6 أفراد، أو طبعا ضغط حرارة من 9 ل 15 واحد مثلا. فجالي ناس من الملك سعود، وجالي الناس مثلا من الإمام، ومثلا من سلطان، جامعات مختلفة يعني. أنا راجل بشتغل في جامعة الإيه؟ الإمام. فهيبقى متحيز غالبا إلى الطلبة بتوع جامعة الإمام، وممكن يتعاطف معاهم وما إلى ذلك. ده مشكلة ضغط الحرارة. الحاجة الأخيرة إن هو صعوبة استخلاص نتائج التحليل خلاص في شكل كمي، لأن بيبقى هنا كلام مرسل وما إلى ذلك. وكده يبقى خلصنا منهج الوصف ببعده أو بنوعيه، اللي هو المسح الاجتماعي ودراسة الحالة. في مشاكل لحد كده يا شباب؟ الدنيا واضحة؟ تمام الحمد لله. تعالوا بقى نشوف بقى النوع الثاني اللي هو المنهج التجريبي. بيقول لك ازاي يستخدم التجربه في معرفه التاثير المتغير المستقل لسبعه انا هنا بقى عايز اشوف اثر ده. مش عملت فرض لك والله ان في علاقه ما بين الدخل والاستهلاك، عايز اتاكد ان كل ما زاد الدخل زاد الاستهلاك، او قل الدخل قل الاستهلاك. انا عايزك بس في النقطه دي بس ما اعرفها، يعني ايه المنهج التجريبي وأهم يميزه. المنهج التجريبي أهم يميزه أن هو عنده وجه عالم الدقة، بدأ في الفترة الطبيعية ثم بدأ العلوم الاجتماعية خلاص كده. غالبا أنا الجزء بقى اللي هو من أول ونعر بالمنهج التجريبي دوت لحد صفحة اللهم صل محمد لحد المنهج التاريخي يعني قراية بس. عملتني؟ صفحة 15 من أول كلمة معايا ولا مش معايا؟ مركزين؟ تمام. من أول كلمة ونعرض المنهج التجريبي من خلال النقاط التالية لحد آخر الصفحة قراية بس. وبعدين صفحة 16 من أول الصفحة لحد المنهج التاريخي قراية بس. هناخد بس في المنهج التجريبي، لا المنهج التجريبي ناخد التعريف بتاعه خلاص اللي هو في صفحة كام؟ صفحة 14، والسطر ونص الأولاني في صفحة 15، ومن أول العلوم اللي هو التجارب العلوم الطبيعية حتى المنهج التاريخي هقول عليه ايه؟ قراية بس. في مشاكل؟ بقى عندنا 5 دقايق ناخد دماغ التاريخ والسياسة النهاردة. طيب ناخده ولا يعني ايه؟ ده حاجه بس منهج التاريخ دوت مثلا هي نص صفحه ناخدها ماشي بعد. جميل، عشان برضه عندنا وقت بعد كده في اللقاءات الاخيره ممكن يبقى لها مراجعه يعني. ماشي وحدوه. لا اله الا الله. نيجي بقى النوع الثالث اللي برضه بقى يعني هنركز فيه شويه لانه دايما يستخدم بشكل كبير يعني، اللي هو المنهج التاريخي. انا هديلك مثال. انا لما سافرت انجلترا فراح عملوا لي حاجه اسمها ال NHS اللي هو الرعايه الصحيه، فبيدوني استماره كده ابلكيشنز مملاه مكتوب فيها بقى ايه، هل انت عندك امراض وراثيه، هل والدك كان عنده كذا، هل والدك عندها كذا، هل حد من العيله عنده كذا. هنا الهدف من الحكايه دي ايه؟ بيقول لك في حته تقول لك من يقرا التاريخ يستطيع ان يستشف المستقبل. صح؟ يعني انا لو انا عرفت الشخص ده، الراجل ده عصبي جدا في الشغل، المدير ده عصبي جدا في الشغل وقاسي مع 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 المرؤوسين بتوعه وبيخصم وبيعمل، لما انا بقى ابدا اسال عنه وعن تربيته بقى وعن ان هو كان مثلا كان عنده عقده من وهو صغير، كان عارف بيضربوه وهو صغير مثلا، كان والده بيضربه، كان اي كلام من ده يعني. هم كان ايه، كان بيعاني من حياه اسريه صعبه، يبقى انا هقدر اتعامل معاه ولا مش هقدر اتعامل معاه؟
بالظبط. هتفهمه مش هتفهمه؟ هتفهمه. هعرف الراجل ده على فكره يا جماعه، الراجل ده قلبه ميت لانه كان عاش طفوله صعبه وكلام من ده. فلما تعرف التاريخ، تقرا تاريخ بتاع المشكله، ممكن تستشف ايه المستقبل. ماشي. يبقى المنهج التاريخي هنا مش بس بيستخدموه في علم التاريخ والكلام من دوت، لا ده بيستخدموه في حاجات كتير جدا، حتى في الطب وفي البيزنس عندنا. يعني مثلا لما الاقي مثلا الاحظ مثلا حاجه ان انا في عندي المبيعات متذبذبه، فارجع للسنين اللي فاتت، 10 سنين اللي فاتت، الاقي ناس مبيعاتي مثلا في الشتاء اكثر من الصيف، او في الصيف اكثر من الشتاء، يبقى انا مش اقول ما عنديش مشكله. يعني انا الوقت لما انا مدير جيت للتسويق في شركه وجيت لقيت المبيعات في الصيف اكثر من الشتاء، قلت ايه المصيبه دي؟ ليه الناس تشتغل في الصيف مش في الشتاء؟ لكن لما ارجع بقى البيانات وسجلات الشركه ال 10 سنين اللي فاتت، اكتشف ان فعلا انا هنا في المنطقه ديت المبيعات في الشتاء اكثر من المبيعات في الصيف. يبقى هنا انا عرفت المشكله وعرفت حلها ازاي، صح ولا مش صح؟ منين؟ ان انا قريت ايه؟ التاريخ بتاع هذا الامر. المثال ده مهم جدا جدا عشان اوضح لك. يعني الطبيب يعالج المرضى بعد ان يتعرف على تاريخ حالتهم الصحي والامراض التي اصيب بها في الماضي والامراض التي اصابت ابائهم. ده بيعكس انهي منهج؟ ها؟ جميل جميل. طب السؤال بقى، من اين نحصل على المعلومات عن المنهج التاريخي؟ ماشي. الباحث قدامه كذا حاجه. انا عايز اجيب معلومات تاريخيه، ها؟ عن مشكله ما، عن في شركه او في اي حاجه. واحد، السجلات والوثائق الرسميه كالمخطوطات والرسائل والاتفاقيات والقوانين والضرائب. انا كنت عامل بحث ماجستير بتاعي على التفاوض في اتفاقيات البترول ده في مصر. كويس؟ كنت بجمع بقى دراسه تاريخيه، كنت بجمع بيانات عن الاتفاقيات اللي تمت خلال اخر 40 سنه و 50 سنه، فكنت بجيب كل الاتفاقيات يعني الاتفاقيات الرسميه وابدا اطلع منها حاجات ومعلومات وما الى ذلك. خلاص، دي دراسه عن السجلات والجرائم والحاجات دي كلها. يعني مثلا عايز اجيب مثلا معلومات مثلا عن نجم مشهور في التمثيل او في الكوره كان زمان، يعني ابدا اخش بقى على الارشيف بقى اللي هي الجرائد القديمه والحاجات دي كلها. او اثنين، اي حاجه اتكتبت من مصدر ثاني عن موضوع في دراسات سابقه زي موضوع البحث. ثلاثه، كلام شهود العيان. لو في حد يقول لك والله ده كان الراجل ده كان زمان ده كانت صحته قويه جدا، الراجل ده كان ممكن ياكل مثلا 150 بيضه في الفطار و20 دجاجه في الغداء، يعني واحد بيحكي اللي شافه عاطل، يعني الشخص ده يبقى كلامه مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق. خلاص؟ ماشي الكلام. يعني مثلا يقول لك الراجل ده بسم الله ما شاء الله، يعني انا لاقي واحد صاحبي بياكل مثلا 20 بيضه في الفطار وبياكل مثلا ثلاث دجاجات في الغداء وممكن ياكل نص خروف في العشاء مثلا. واحد يقول يا عم انت اصلا ما شفتش والده، والده ولا بقى حضر ضيف يقول لك انا شفت والده بقى زمان ده كان بياكل يعني مثلا نص بقره وكده ونص عجل كده يعني. فيا سلام، عيله واضح ان بسم الله ما شاء الله هتاكلنا يعني. كويس؟ فده كله جت منين؟ ها؟ من يس، هذه كلها جت منين؟ من طبعا نيجي بقى السجلات الشخصيه لافراد لهم علاقه بالظاهره كالمذكرات والسير الذاتيه ووسائل الصور، كل حاجه كلها حاجات تاريخيه. ماشي. يعني التراجم وكتب الشرح والحاجات دي كلها برضه من المصادر. ماشي. بس في امور يجب نراعيها عند اجراء البحث التاريخي. مش بس انا بجيب المعلومه التاريخيه وارتاح على كده، لا 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 لا، ما لازم المعلومة التاريخية دي أبدأها أنقضها وأحللها وأفهمها بصورة دقيقة عشان أطلع المعلومة. الحاجة الثانية، ماشي، إن اللي هيثبت لي العلاقة، يعني أقول لك مثلا والله الشخص دوت قوي جدا وبياكل كويس قوي، اللي هيثبت لي المعلومة دي صح ولا غلط لما أعرف تاريخ بقى عيلته. ده كان جده الأكبر كان بياكل من بني آدمين، وجده الأصغر كان بياكل مثلا بني آدمين برضه بسم الله ما شاء الله، يعني واضح إن العيلة إيه؟ اكد من خلاص ربنا كده واكدت المعلومه ايه في وسط خطا. ماشي. بس لازم ابدا احلل وافهم الكلام ماشي ازاي. كويس. بس برضو العيب اللي فيها ان انا برضو بيرجع بقى ممكن ايه لو نفس المعلومه يس عيل اكدت اللحوم، لو افترضنا نفس المعلومه جت ليا والان كباحث والباحث الثاني ممكن تفسيري يبقى غير تفسير ايه الباحث الثاني، وبكده يبقى ده عيب الايه المنهج التاريخي، ان هو بيعتمد على التحليل
الشخصي او تفسير الذات للمشاكل، وده بالتالي ممكن يختلف من شخص الى اخر. وكده يبقى خلاص الفصل الثالث ان شاء الله. اي سؤال في الجزء اللي خدناه دوت؟ طب الحمد لله. طب اقول لكم بس حاجه كده، اولا احنا خدنا عملت لكم مواعيد وصيه صح؟ ردوا عليه بقى في الكلام ده. انا نزلت لقاءات لحد اللقاء ال 12 كده، وصلوكم صح؟ تمام. المواعيد الاضافيه هتبقى يوم الاثنين الساعه 7:30 زي ما اتفقنا. تمام؟ تمام. احنا ان شاء الله غالبا هنخلص قبل الامتحان بذاك الامتحانات يعني بحوالي 12 يوم او 11 يوم. كويس؟ فهخلص ان شاء الله على الخطه اللي حاطها هخلص يوم الاثنين. هل ناخد بقى واحده اضافيه يوم الاربع كمان علشان نراجع لو في حد عايز حاجه؟ ولا كفايه كده نقف عند ال 12 وخلاص؟ على فكره اللي فات بيقول لي يا ريت يا دكتور تعطينا كويزات، ما انا بقول الاسئله زيها في اللقاءات الحيه. بقول شكل الاسئله اللي هيجي. فاللي يبقى قاعد معايا يقعد يكتب بقى. خلاص؟ لان انا بحاول بقدر الامكان التزم بالحاجات اللهم صل محمد اللي هي المحاضرات المقروءه والمكتوبه. وبالتالي جمعتها كلها في المذكره دي، كويس؟ فبالتالي لو انت ما تقوليش بقى كوزات ومش كوزات، اقعد بقى وانا بتكلم وبشرح الاقي انا خد بالك من ممكن يجي كذا يجي كذا، ده بعودك عليه. خلاص؟ بس لكن انا اقول لك مثلا اه والله ده كويز وحطيت في بعض الناس يقول لك لا والله اصلا ما جاش الكويزات البترول ده. انا هديك الكويز على سيره الامتحان، انا بس بعرفك ايه اللي ممكن يتسال ازاي. بس غالبا اللي مش غالبا ده اكيد بنسبه 150% ان الاسئله كلها جايه من المذكره، لا هجيب حاجات تطبيقيه ولا مش تطبيقيه، كلها حاجات زي ما انا قلت لك بالظبط. فبالتالي اللي هيحضر معايا ويسمع اكيد هيستفاد وهيركز اكتر. بلاش بقى نركز على المهم مش المهم، انا بقول لك دلوقتي انا بشرح كل حاجه في المذكره. الحاجات اللي هي فيها مثلا داش تكتيك، ده جزء الغيوب دوت اللي هو عباره عن المنهج اللي هو التجريبي، عشان ده يبقى صعب شويه انك انت تستجمعه يعني او تشتغل فيه. فبالتالي عليك واحضر معايا وربنا يستر ان شاء الله تبقى الامور ماشيه على خير. ونرجع تاني ناكد ان شاء الله باذن الله المحاضرات الاضافيه بتاعتنا هتبقى زي ما اتفقنا يوم الاثنين والاربع. خلاص؟ محمد، وان شاء الله باذن الله اللي هيركز معانا في اللقاء في الحقيقه مش هيبقى عنده مشكله في الامتحان ان شاء الله، يعني نهائيا مش هيبقى عنده مشكله. اللي بقى اللي مش عارف مش هيركز ومش مش مركز معانا وما يسمعش اللقاءات الحقيقيه والكلام من دوت، خلاص يذاكر بقى المذكره كلها موجوده وربنا ييسر ان شاء الله. لكن انا في كل مره هدي مثلا اخد اكتب ورا مثلا شكل سؤال كذا، خلاص يجي سؤال شكل اغير كلمه الشرط يعني مش قضيه يعني. المهم كده يبقى احنا خلصنا النهارده اللقاء بتاعنا ان شاء الله. حد عنده اي سؤال او استفسار؟ واياكم ان شاء الله ربنا يرزقكم الجنه ان شاء الله ويصل حاج وايه ان شاء الله نكون مخلصين والدنيا معاك ماشيه كويس ان شاء الله. طيب اي كده خلصنا النهارده. لو في حد عنده سؤال عنده استفسار قبل ما يعني ان شاء الله نخلص اللقاء، خد بالكم ان شاء الله باذن الله ان المحاضره الجايه هنبدا نتكلم على الفصل الرابع، وفصل مهم جدا الفصل الثالث، الفصل الرابع والفصل الخامس من الفصول مهمه جدا. هتبقى معاك مذكره وقاعد معايا كده تفهم كل كلمه بتتقال، لان كل كلمه بتتقال هيبقى ليها معنى او ان شاء الله في سؤال في الامتحان ان شاء الله. حد عنده سؤال؟ حد عنده استفسار؟ ايهما اصعب، الدراسه الوصفيه او الاصطناعيه؟ طبعا الوصفيه يعني اصعب. ليه؟ لان زي ما احنا اتفقنا ان الدراسه الاصطناعيه ببقى معلش خيوط معلش ضغوط يعني كلها. انا ممكن يعني مثلا المشكله دي فيها 10 لها 10 اسباب، انا ممكن ناخد دراسه اصطناعيه اطلع سبب وسببين وده كفايه عليا جدا. خلاص؟ لان معلش ضغوط، مفيش حاجه اتعمل قبل كده الموضوع ده، فيبقى عندك ميزه. يعني مثلا واحد مثلا اول مره جرب طريق
كويس، اول واحد جرب الطريق ده. فالمهم ايه، يجي يقول لك ايه اتاخر ومتاخر، خد مثلا وقت المسافه دي مثلا طول مثلا 5 كيلو، خد فيه ساعتين، محدش هيلومه. ليه؟ لانه اول واحد مش في الطريق ده. فبالتالي الدراسه الاستطلاعيه بتبقى اسهل من الدراسه الوصفيه، برغم ان هي المشكله مش واضحه وما الى ذلك، بس يبقى الضغوط عليك اقل، وبالتالي يبقى الموضوع اسهل في التعامل معاه بشكل افضل يعني. لكن لو كان على جهاز البحث والوقت والكلام من دوت، يعني تبقى الاستطلاعيه شويه اقصر من الدراسه الوصفيه. وده خد بالكم، بس عشان اقول لكم، قلت كده قبل كده في المحاضره برضه النهارده، قلت لكم خدوا بالكم ان الدراسه الوصفيه لازم يسبقها الافضل يعني احنا كباحثين لما يجي لي طالب يسجل ماجستير او دكتوراه، بقول له يا ابني يفضل تعمل دراسه استطلاعيه قبل الدراسه الوصفيه او الدراسه الاستنتاجيه. والسبب ايه؟ السبب ان الدراسه الاستطلاعيه بتاكد لي مشكله البحث وتوضح الابعاد وما الى ذلك. مفيش حاجه اسمها فصل مهم وفصل مش مهم، كل الفصول مهمه. انا بشرح ايه؟ انا شرحت من الاول لحد الاخر. انا ما بقولش، انا بقول لك في حاجات بس انا شايفها ان هي يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه الصفحه القراءه؟ احنا قلنا يا شباب، لا انا بقول لكم ايه؟ ركزوا معايا، انتوا بتناموا ولا ايه تاني؟ قلنا من الصفحة أول صفحة 15 من عند التجارب والعلوم الطبيعية، تمام، حتى نص صفحة 16 اللي هي ثالثا المنهج التاريخي. وبرضه اقراها، بص قراية قراية، يعني هي إن في حاجات منها هتنفعك في حاجات تانية، فاقراها قراية بس كده، لكن مش هيجي فيها مثلا سؤال مباشر ولا حاجه، بس هي هتلاقي فيها حاجات مذكوره من حاجات ثانيه. تمام كده؟ اي سؤال؟ تمام، مفيش اسئله ثانيه خلاص؟ تمام ماشي، يلا السلام عليكم. السلام عليكم.